ظهور سحابة غريبة الشكل في سماء ولاية بورصة تركيا. توم بريز، سلام الله عليكم. ظهرت سحابة على شكل عدسة مكبرة في سماء ولاية بورصة تركيا في ظاهرة نادرة الحدوث أثارت دهشة وفضول كل من رآها. وحسب ما أفادت الصحف التركية وفق ما ترجمته نيو ترك بوست، جذبت السحابة التي يمكن رؤيتها من مناطق واضحة في بورصة، وظلت سليمة لمدة ساعة تقريبا انتباه أولئك الذين رأوها. وسجل كثير من الناس هذه الظاهرة الطبيعية في السماء بهواتفهم المحمولة، وبحسب المعلومات التي تم الوصول إليها من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للأرصاد الجوية، فإن غيوم العدسة تتشكل نتيجة لتقلبات الرياح الناتجة عن الخشونة والتشيئ إلى وجود اضطرابات يتحرك نزولا على الزاوية وجانب المخبأ. وأشارت إلى أن السحابة التي هي نتيجة حدث أوروغرافي يشبه جسم غامض من المحتمل أن ترى في أي منطقة جغرافية. يطلق على هذا الشكل من السحب غيوم العدسة، هي ظاهرة طبيعية تتشكل بشكل خاص فوق البحار والبحيرات أثناء برودة الجو. ويعتبر هذا النوع من السحب نادر جدا، تشكل فوق البحار أو البحيرات الدافئة حين تكون درجات الحرارة منخفضة حولها ولا تتمكن من الانتقال إلى المناطق الباردة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.